ومعنا عبر الهاتف من كابول الباحث والكاتب السياسي فضل القاهر. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. نبدأ معك من أبرز تفاصيل الدورة اليوم. ما هي أبرز تفاصيل هذه الدورة اليوم وما هو المتوقع منها تقديمه لدعم الشعب الأفغاني؟ صباح النور. طبعا في الواقع يعني هذا الاجتماع جدا مهم، خاصة مع انهيار حقيقة للاقتصاد الأفغاني وكذلك الفقر والجوع ونقص الغذاء. طبعا هذا المؤتمر الذي يعقد كما ذكرتم يعني في فترة استثنائية تمر بها أفغانستان، وهذه القمة الحقيقة التي يعقد اليوم في إسلام أباد، قمة وزراء دول التعاون الإسلامي. طبعا سيتباحث المجتمعون فيما يتعلق بكيفية ويعني التجديد الدعم حقيقة لأفغانستان في هذه المرحلة فيما يتعلق بإرسال المساعدات وعدم حتى لا تنهار حقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد إلى الأسوأ. خاصة نحن كذلك كما نعلم نحن مع شتاء قارس تعاني منه أفغانستان، هناك نقص في الغذاء، هناك نزوح، ولذلك أعتقد أن حسب القائمين هنا في الاجتماع وحسب المتحدث باسم القائم الأمين العام في المؤتمر الإسلامي الأخ علي بخيت الذي تحدث قال بأن هناك أجواء إيجابية وأن المجتمعون سيحرصون حقيقة على الدعم ويكون هناك وفاق فيما يتعلق بكيفية دعم أفغانستان خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها، خاصة مع وصول حركة طالبان إلى السلطة. وأيضا هناك مشاركة لابد أن أذكر هنا، هناك مشاركة أيضا لوزير خارجية بالوكالة من خان متقي في هذه المؤتمر. نعم. ويبدو أنهم يريدون يستمعوا إليه حول التطورات في أفغانستان. نعم، يعني بوجهة نظرك هناك يعني توقعات واضح أو إيجابية بالنظر لما قد يخرج عنه هذا الاجتماع من نتائج إيجابية تسرع في إغاثة الشعب الأفغاني؟ نعم نعم، لأنه كما سمعنا وكما أن هناك يعني حسب تصريحات لوزير الخارجية قريشي في وزير الخارجية الباكستاني وكذلك مجتمعون في هذه القمة أرسلوا رسائل إيجابية أنه سيكون هناك نتائج سيخرج بها هذه القمة الحقيقة، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها أفغانستان. ولذلك أنا أعتقد أن كمتابع للأوضاع أو كمتابع للتطورات خاصة فيما يتعلق بالقمة، أعتقد أنه سنشهد ربما سيكون هناك إعلان عن دعم مالي فيما يتعلق بالمساعدة وإرسال المساعدات لأفغانستان، وكذلك حث الدول الغير الأعضاء من ضمن الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى على حثهم فيما يتعلق بالمشاركة وتسريع عملية المساعدة في هذه المرحلة. نعم، يعني هل سيكون هذا الاجتماع الاستثنائي 17 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي قادر على التوصل إلى إجماع بشأن أفغانستان والمحاولة في عودة الاستقرار والسلام إلى هذا البلد؟ نعم نعم، لا شك أن أعتقد أنه وإن كان أعتقد ضعف في هذه المرحلة، لكن هناك أمال حقيقة معلقة حقيقة حتى من الشعب الأفغاني لكي تخرج هذه القمة حقيقة طبعا تخرج بنتائج جيدة، لأنه إحنا نعلم بأن هناك عقوبات على أفغانستان من وصول كذلك هناك أموال مجمدة كما تعلمون. نعم. تصل إلى 9 مليارات دولار لاحتياطيات البنك المركزي الأفغاني. كذلك نحن نعلم بأنه يعني كما سمعنا قبل أيام أن هناك تحويل مبلغ 280 مليون دولار، وهذا أعتقد جيد في برأيي فيما يتعلق بإرسال المساعدات من الصندوق إعادة الإعمار. يعني أعتقد أنه الآن بدأت المجتمع الدولي بدأ الآن يدرك أن الوضع الإنساني بدأ يتدهور في الواقع، وأيضا هناك أزمة اللجوء، أزمة النازحين وأزمة الهجرة، فلذلك هذا يشكل تهديد للدول المنطقة، وأعتقد أنهم لا يريدون
أن يكون هناك موجة جديدة من الهجرة تجتاح هذه الدول الأوروبية والدول العالم. نعم، شكرا جزيلا. إذا كان معنا عبر الهاتف من كابل الباحث والكاتب السياسي فضل القاهر، شكرا جزيلا لك.